الله په نامه سره درود او سلام دی وی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، د هغه په آل صحابه او پر هغه چا سوچ د هغه دوستان دی. اما بعد، ګران عزتمندو، دا د الکتاب الکبیر پروګرام اوله حلقه ده. زه دا د جامع ازهر له طرفه پیش کوم. دغه جامعه ما ته دا اعزاز راکوي چې زه د الکتاب الکبیر په اول حلقې سره آغاز وکړم. زه دا ټولو مسلمانانو ته ډالۍ کوم، که هغه سپین وي او که تور، غنم رنګې وي او که سور، عربي وي او که عجمي. ما په دې شمې سپارې سره شروع کول غوره کړل، ځکه چې د دې یادول آسان دي او آیتونه یې واړه دي او الله سمې لارې ته توفیق ورکوونکی دی. راځئ چې په تجوید سره یادول شروع کو. د الله په برکت سره په دې شمې سپارې او سورۃ نبا سره شروع کو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا. مرة ثانية. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا. دغلق المصحف كله يسمع. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. نعم نعم. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. لم نجعل الأرض ما شاء الله جبالا. نعم. وخلقناكم أزواجا. نعم. وجعلنا نومكم سباتا. نعم. وجعلنا الليل لباسا. مرة ثانية. لم نجعل الأرض نعم جبالا. نعم. وخلقناكم أزواجا. نعم. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. الكل يسمع. ألم نجعل الأرض ما شاء الله ما شاء الله والجبال أوتادا. حياكم الله. وخلقناكم أزواجا. نعم. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. كل يقرأ. عم تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون
ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا نعم والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل اغلق المصحف كله يسمع عما يتساءلون ها عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون نعم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا نعم وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجعلنا النهار معاشا نعم نعم وبنينا فوقكم كل يقرا معايا وجعلنا سراجا وهاجا نعم وانزلنا ما شاء الله ما شاء الله جميل سجاجا لنخرج به حبا مره ثانيه وجعلنا وجعلنا النهار معاشا نعم وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به يلا نسمعها وجعلنا النهار مرة ثانية وجعلنا النهار معاشا نعم وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به عما يتساءلون عن النبأ كل يقرأ ها الذي هم فيه مختلفون نعم كلا ها ثم كلا سيعلمون نعم ألم نجعل الأرض مهادا نعم علي يقرأ والجبال أوتادا معاذ وخلقناكم أزواجا نعم يحيى ورا وجعلنا نومكم سباتا نعم نعم وجعلنا الليل لباسا أحمد معايا وجعلنا النهار معاشا نعم نعم فوقكم سبعا شدادا محمد معايا وجعلنا سراجا وهاجا ما شاء الله وانزلنا من المعصرات ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا يغلق المصاحف كل يسمع عما يتساءلون نعم نعم عن النبأ العظيم هم فيه كلا سيعلمون نعم ثم كلا سيعلمون ما شاء الله ألم نجعل الأرض مهادا نعم والجبال أوتادا نعم وخلقناكم أزواجا ما شاء الله ما شاء الله وجعلنا نومكم سباتا الكل يرتل وجعلنا الليل لباسا الكل يسمع وجعلنا النهار معاشا نعم وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأن
به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وجنات نعم إن يوم الفصل كان نعم يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا نعم وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال مرة ثانية نقرأ وجنات ألفافا كل صح معايا إن يوم الفصل كان ميقاتا نعم الجميع يقرأ معايا الكل يقرأ معايا نعم وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت يلا نقفل بصحف وكلنا نسمع وجنات ما شاء الله ما شاء الله كل اللي سمعني يسمع كل اللي شايفني يسمع ها نعم يوم ها سمع معايا سمع ركز معايا ايوه نعم السماء فكانت أبوابا نعم وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون نعم إلا حميما وغساقا مرة ثانية الكل يقرأ معايا إن جهنم كانت مرصادا أيوة للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما كل يغلق المصاح ها إن جهنم كانت مرصادا سمعوني للطاغين مآبا إن شاء الله لابثين فيها ها أيوة لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا نعم إلا حميما وغساقا يلا من أول وجنات الكل يقرأ معايا الكل يقرأ معايا إن يوم الفصل كان ميقاتا نعم يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا نعم وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا سمع العشر آيات وجنات تاني سمع جنات ما شاء الله ما شاء الله جميل إن يوم الفصل كان ممتاز يوم ينفخ حياكم الله فتأتون أفواجا نعم السماء فكانت أبوابا نعم وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا أيوة اللي شايفني يسمع للطاغين مآبا نعم لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
إلا حميما وغفارا. كل يفتح المصاحف عما عما يتساءلون. نعم نعم. عن النبأ العظيم. كل يركز معايا. الذي هم فيه مختلفون. كل صحصح معايا. كلا سيعلمون. نعم نعم. ثم كلا سيعلمون. وفقنا دائما. ألم نجعل الأرض مهادا. أرضكم الله. الجبال أوتادا. نعم نعم. وخلقناكم أزواجا. خيركم من تعلم القرآن. سباتا. نعم. وجعلنا الليل لباسا. سورة عامة. وجعلنا النهار معاشا. سورة النبأ. وبنينا فوقكم سبعا. سورة التساؤل. شدادا. وجعلنا سورة المعصرات. سراجا وهاجا. 40 آية. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. لنخرج به حبا ونباتا. نعم نعم. وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. نعم. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا. للطاغين مآبا. لابثين فيها أحقابا. ما شاء الله ما شاء الله. لا يذوقون. يلا معانا الوقت اهو. يلا جميل. ولا شرابا. نعم. إلا حميما. كل يغلق المصحف وكلنا نسمع مرة واتنين. عما يتساءلون. حدش يسرح معايا. ها. عن النبأ العظيم. نعم. الذي هم فيه مختلفون. ها أحمد يتكلم. كلا سيعلمون. نعم عبد الرحمن. ثم كلا سيعلمون. نعم. ألم نجعل الأرض مهادا. نعم. والجبال أوتادا. نعم. وخلقناكم أزواجا. علي خلي باله معايا. وجعلنا محمد ركز معايا. نعم نعم. محمد يركز معايا. كل اللي شايفني يسمع. كل اللي سامعني يسمع معايا. محدش يسرح معايا. نعم نعم. ما شاء الله ما شاء الله. جو وهاجا. نعم. وأنزلنا من المعصرات ماء. الآية 15. لنخرج به حبا ونباتا. وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. نعم. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا. ما شاء الله. للطاغين مآبا. نعم. لابثين فيها أحقابا. نعم. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. إلا حميما. مرة ثانية التسميع مرة ثانية. عما يتساءلون. نعم. عن أحسن أحسن. نعم. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم نعم. ألم نجعل الأرض نعم. والجبال أوتادا. وخلقناكم أزواجا. نعم. وجعلنا نومكم سباتا. ممتاز. وجعلنا الليل لباسا. ها. وجعلنا النهار معاشا. ما شاء الله. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. ها. وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا سورة المعصرات. من المعصرات ماء لنخرج به حبا ونباتا. وجنات ممتاز ممتاز. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ الصور فتأتون أفواجا. نعم نعم. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا.
نعم نعم للطاغين مآبا لابسين فيها أحقا ما شاء الله ما شاء الله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. ودائما تتصبحوا به وتتمسوا به يرفعكم الله أعلى الدرجات. قولوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء في الحلقة الثانية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي رعاية الله.